والله حاليا احنا وضعنا يعني كثير خدمات ما موجوده عندنا. هسه انت كنت بالمركز الصحي؟ هسه انا كنت بالمركز الصحي، اكو كادر واكو اجهزه بس مواد ماكو. نطالب وزاره الصحه انه توفر هاي المواد للمستوصف حتى تقوم بخدمه المواطنين. شنو اللي تحتاجون انتم بس كموصل عامه؟ والله عامه كثير اشياء احنا نحتاجها، بالنسبه احنا كنا مهجرين من 2015 شهر الواحد تهجرنا ولحد الان وجبه ما استلمنا، فناشد وزاره التجاره وزاره الهجره والمهجرين. يعني حتى لما تحررنا داخل الموصل كل شيء ما اخذنا ولحد الان، وهسه رجعنا لبيوتنا وما اخذنا كل شيء. شلون وضع المركز الصحي شفتيه؟ والله ماكو علاجات. ايش قالوا لك؟ قالوا ماكو علاجات، حتى اللي يجي على ساعه ماكو ساعه. والله المركز الصحي زين بس ماكو ساعه. زين بس ماكو ساعه لحد الان، جاء الدكتور تا يشوفه على اساس. المواد قال ماكو مال اشعه. يعني هسه انت كمواطن شو طالب من الحكومه؟ والله طالب على المود المواد مال الشايع ما تقول. يعني هسه انت وين راح تروح تسوي شيء على العد؟ والله ما اعرف غير على الموصل. شنو وضعكم انتم هنا بالمركز الصحي؟ والله وضعنا يعني وسط، يعني جيد شبه ما جيد يعني، بس قل عندنا قله نسبه قله بالعلاجات ما موجود، يعني نسبه قليله. ما شنو اللي يحتاج هذا المركز الصحي؟ قد يوميا تستقبلون مستقبل ما يقارب من 100 الى 125 مراجعه يوميا من داخل القريه ومن خارج القريه، القرى المجاوره لها، من قرية تلذها من القرى المجاورة كلها لها. شنو اللي يحتاج المركز الصحي؟ يحتاج إلى مواد أشعة، عندنا نقص بالمواد الأشعة يعني، وسيارات إسعاف نحتاج إلى ما يقارب 10,000 نسمة موجودين ساكن داخل القرية، ونحتاج لقرية سيارات إسعاف. سيارات إسعاف؟ نعم. البناية يعني شفناها؟ البناية تعبانة جدا يعني، نحتاج إلى هدم وبناء المركز الصحي لإعادة ترميمه. شنو العلاجات اللي عندكم واللي معكم اللي تحتاجوها؟ والله اكثر شيء اللي نحتاجه الانتيبايتيك، الفيالات ما موجود، علاجات مال الاسهال ما موجود، يعني قله بها. شلون وضعكم هنا؟ والله الحمد لله وضعنا زين، باللقاحات متوفره، وطبعا كثير يصير علينا، القرى كلها تجي علينا، النازحين مثل هضيمات، تل الذهب، تل الريم، الكسيك، شندوخه، هاي كلها علينا تجي. كلها تجي علينا؟ كلها متوفره اللقاحات. لقاحات كامله؟ كامله كلها كامله، كلها كامله الحمد لله. جلسه ايش محتاجين انتم هنا؟ والله محتاجين دعم اكثر احسن. بالمستوصف. دور دار الصحه اثنين او شنو يعني يجيبوا لكم دعم علاجات؟ والله احنا من زمار يعني نجيب العلاج، اللقاحات كلها من الزمار. والله كادر موجود. كادر ومداوم، لكن نحتاج يعني أدوية، مواد، ضمادات، ما عندنا الضماد، تعرف احنا نحتاج ضماد كثر. والله نستقبل تقريبا من 20 إلى 30، هذا في حالات، لكن أكثر المرات احنا عندنا منظمة، صار المنظمة شوية انقطعت، يعني احتمال يجونا 70 بل بس الضمادات. يعني احنا شفنا يعني ضماد نساء ورجال بنفس الغرفه هاي؟ نعم هي نساء ورجال، لان البنايه قديمه. بنايتنا قديمه، وطالبنا اكثر من مره بناء مركز رئيسي، لكن ما حد استجيب، تعرف الظروف هذه، والحمد لله مشينا الامور احنا حسب الموجود عندنا. والله علاجات يعني نسبه قليله، يعني مضادات حيوي ما موجوده، يعني اي شيء نقدر نقدمه. خفض حراره، مسكنات، الام، كلها ما موجوده؟ كلها ما موجوده. شنو الموجود بالضبط؟ والله سعر موجودات فقط، بس مغذيات ما مغذيات يعني نقدر نقدمها. موسم الشتاء مقبل علينا، موسم الشتاء ايضا. زين هسه شو تطالبون انتم من الحكومه؟ والله نطالب من الحكومه توفير كل انواع العلاجات يعني الخاصه في فصل الشتاء. المهمه شنو هي؟ المهمه شرابات مثل مضادات للحساسيه، مضادات للسعال،
مضادات التهابات، هذا العلاجات المدن هذا اللي كلها ما موجوده، كلها ما موجوده. اي نعم كلها ما موجوده. يعني مش قد يغطي هذا، ايش كم منطقه هذا المركز الصحي؟ والله يغطي تقريبا 18000 نسمه يغطي. تدري لسه عوده النازحين كانوا يعني خارج المنطقه. اي نعم خارج المنطقه.